5 أشهر هي المدة التي حددتها وزارة التجارة لانخراط التجار في الحملة التحسيسية التي تهدف لمراقبة ومطابقة موازين القياس. حملة انطلقت رسميا اليوم عبر كامل ولاية الوطن. انطلاق حملة وطنية تحسيسية القياس القانونية عبر 58 ولاية بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة، باعتبارنا الفرقة المختلطة هي تجارة قياسة قانونية. لا يخفى عليكم باللي القانون صريح في مادته 11 من قانون 0903 المتعلق بحماية المستهلك، اللي تلزم على كل التجار مهما كانت صفتهم، سواء تجار تجزئة أو تجار جملة، أن تكون في عملية احترام للموازين. يعني المواطن عندما يشتري 1 كيلوغرام لابد أن يدي 1 كيلوغرام. هذه الموازين ليست موازين فقط المصنوعة محليا، فهذه الرقابة لكل الموازين. العديد من موازين القياسة التي يستعملها التجار لا تستجيب للقوانين، وضع يجبر هؤلاء على مطابقتها أو شراء أجهزة جديدة وفق الاتحاد العام للتجار والحرفيين. من 800,000 وحدة ماهيش أمورهم، الضوء تاعنا اليوم باش نحسوا أغلبية، باش ما نقولش كل، أغلبية التجار اللي يخدموا بهذه المقاييس على الأقل باش يتصلوا بهذه الوحدة باش يأمولوغي البالونس ولا بو أشتي باش يشوف وحدة جديدة إذا ما يتصالحة. محاربة استعمال الموازين التي تخالف التشريع يندرج ضمن إضفاء الشفافية على السوق الوطنية وحماية المستهلكين من الغش الذي يمارسه بعض التجار.